تعتبر الموسيقى الأندلسية أحد أهم المكونات الشاهدة على أهمية التراث الشفوي الذي انتقل من بلاد الأندلس الإسلامية إلى بلاد المغرب العربي وخاصة الجزائر، وتناقلته الأجيال فيما بعد. فخلال هجرتهم إلى بلدان المغرب العربي فرارا من أهوال محاكم التفتيش الإسبانية إثر سقوط غرناطة عام 1492 ميلاديا، حمل الأندلسيون معهم الفنون الموسيقية التي انتشرت في مختلف المناطق هناك، فكانوا بمثابة الجامع له. واستقبل الجزائريون في بلادهم الموسيقى الأندلسية بنصوصها الأدبية وأوزانها الإيقاعية ومقاماتها الموسيقية، ثم طورها وهذبها الموسيقيون الجزائريون وأضافوا لها ألحانا وأشعارا محلية كثيرة حتى باتت مزيجا بين الاثنين، ونتيجة ذلك أصبح لهذا الفن الكلاسيكي العريق مكانة كبيرة في الجزائر، حتى إنه يمتلك جمهورا وقاعدة شعبية كبيرة بين الناس في مختلف مدن وقرى الجزائر الكثيرة، لما له من قدرة كبيرة على تربية النفس وتهذيبها والارتقاء بالأذواق وتنمية المواهب وصقلها. وكما كانت هناك مدارس عدة لهذا الفن في بلاد الأندلس، فقد تشكلت في المدن الجزائرية أيضا مدارس عديدة لهذا الفن الأصيل، تتميز كل منها بخصوصيات في النوبات والأداء، ما يجعل إمكانية التفريق بين ألحان كل مدرسة أمر متاحا حتى لغير المختصين في الموسيقى.